غير باش نأكدوا واحد المسألة، هذا الحدث إلا كان بالفعل وقع الحدود الساعة ما نقدروش نجزمه ونقولوا بأنه فعلا كاين اعتداء داخل المؤسسة. دابا بحكم أن البحث لا جال ساريا عند المصالح الأمن اللي كتقوم بالبحث ديالها، وغادي تبين للرأي العام الملابسات ديالو وشكون المسؤولين عليه. وفي هذه الحاله يمكن لنا ديك الساعه باش ندخلوا باش نحدوا المسؤوليات، والقانون راه واضح، اللي اقترف شي جرم غادي تعاقب عليه. المؤسسه العموميه عندها واحد الضوابط اللي كتضمن الامن والسلامه ديال التلامذ، هناك طاقم اداري وتربوي اللي كيسهر على السلامه ديالهم. اذا حنا ما نقدروش دابا نتسرعوا نقولوا شي حاجه في انتظار انه يصدر تقرير ديال الجهاز الامني. حنا قمنا حنا بالموازاه مع ذلك، قمنا بواحد التحريات داخل المؤسسه، استجوبنا الاستاذه اللي كانت تلميذه عندها في القسم، اكدت لنا بانه طلب الاذن باش يمشي للمرحاض، مشى للمرحاض ورجع في واحد الوقت عادي جدا. ومن بعد الرجوع ديالو كان تلميذ عادي، لم تظهر عليه اي اثار ديال تاثر نفسي او جسدي. دخل القسم ديالو وجلس واستأنف الحصه ديالو الى غايه الساعه الخامسه ومشى للبيت ديالو. اذا حنا خصنا دابا نطريطو شويه باش نعرفوا واش فعلا هذا الشيء وقع داخل المؤسسه او خارجها، واش فعلا وقع او لا ما وقعش. اذا هذا الشيء كله ما يمكنش نهضروا عليه دابا، ولكن الا كان وقع راه المسؤول عليه غادي يتعاقب. هذه مسألة مفروغ منها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.